مرحبا بكم، معكم حمزة عصام. زي كل مرة مقطع جديد، مقطع اليوم بكون لو خيروك إن شاء الله يعجبكم. قبل بداية المقطع عملنا لايك وسبسكرايب وكومنت وشير. يلا خلونا نبدأ فيديو لو خيروك. يعني أنا بختار لو خيروك إن شاء الله يكون سهل. بختار أنا الشيء اللي قول السؤال تاني أشوفه يعني حلو لي، يعني يعجبنا، وانتو برضو اختاروا اللي يعجبكم. ويلا خلونا نبدأ المقطع. زي ما تشوفوا الآن هذا هو الفيديو، خلونا نهسه. قول بسم الله، هيا بنا. نمبر وان يقول فرصة، لو خيروك فرصة أن تعيد حياتك من البداية أو فرصة أن تكمل حياتك استمر كما هي، أنا بختار أن أكمل حياتي واستمر كما هي هكذا. نمبر 2 يقول لو خيروك بطاطا مقلية دائما أو بيتزا لذيذة، هذا سؤال عني. أنا بختار بطاطا مقلية دائما. رقم 3 يقول لو خيروك أن تعرف من سوف يكون زوجك المستقبلي أو أن تعرف متى يموت صديقك، أنا بختار أن أعرف متى يموت صديقي عشان أساعده أو حاجة قبل ما يموت. لو خيروك السكن في خيمة لمدة عام واحد، السكن في بيت جليدي لمدة عام واحد، اختار انا السكن في خيمة احسن. يقول هنا لو خيروك ان تستطيع اطعام كل المجوعة في العالم، ان تستطيع اسعاد كل الناس، ان اسعد الناس، اختار انا هذا، ان استطيع اسعاد كل الناس في العالم. قل هنا لو خيروك أن تمتلك طباخ خاص أن تمتلك مسبح خاص، أمتلك مسبح خاص. قل هنا لو خيروك شوارع مصنوعة من السمك أو شوارع مصنوعة من الأرنب، أنا ما يعجبناش الحرمة، ما قدر أكل أرنب، ياكل لحم أرنب تقولنا بتعليقات ولا حاجة. هنا أقول لو خيروك توقع فيفا بالسوق في الغابة أو في لحظة أسد دخل في الليل، هذا صعب، أختار أنا ولا واحد. خيروك هدية يوم ميلادك سفر إلى ديزني أو هدية يوم ميلادك أحدث هاتف آيفون، والله بسافر على ديزني. وقفوا شباب، الآن وصلنا لنهاية المقطع، إن شاء الله يكون هذا المقطع عجبكم. لا تقصروا معنا فعلوا لنا لايك وسبسكرايب وفعلوا جرس التنبيه عشان يكون وصلكم كل فيديو جديد. نشوفكم على خير.